حدد. بداية يمكن اللي تداول اليوم في الصحف أو من خلال أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا تردد عبر اتصالات كثيرة من قبل الأخوة المواطنين، شو اللي حاصل عند المباحث الجنائية وشنو الاستنفار اللي قاعد يصير في بعض المواقع التابعة للوزارة؟ هل في هناك أمور تستدعي عملية القلق أو يعني الريبة أو أمر من هذا الموضوع؟ حتى نبين يا أبو أحمد مثل هذه الناحية، هنا دائما يعني وزارة الداخلية لها قنوات في استسقاء هذه المعلومات سواء كانت أمنية أو استخباراتية، فأي معلومات توصلنا من طرق متعددة ووسائل يعني كثيرة جدا نحن نمتلكها في الوقت الحالي ناخذها على محمل الاحتراز واتخاذ التدابير وإعداد أيضا الخطة العملية لها. بالنسبة لنا التهديدات أيا كانت هي بمثابة مؤشر وأحمد للتحرك والتفاعل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع، لأن رجال الأمن مؤتمنين على أمن الوطن ولا يمكن بأي حامل الأحوال نسمح لأي من كان أن يعكر صفو أمن هذا الوطن وأمان المواطنين وأيا يعني يلقي بضلالة على شيء من الريبة أو الهلع أو الخوف بالنسبة للإخوة المواطنين. وأحمد يعني الاحترازات اللي تمت سواء كانت من مباحث أو غيرها من إدارات يمكن اليوم يمكن تحصل باكر يمكن تحصل أيضا في مواقع أخرى في الأيام القادمة. صحيح. مو معناته يا أبو أحمد أن في هناك أمر حاصل أو أمر يعني وشيك قد يقع أو هناك تهديد يعني مبطن في مثل هذه الأمور، كثر ما هي معلومات تصل إلى الأجهزة الأمنية تتفاعل معها وسط أجواء وتداعيات محيطة وإقليمية أبو أحمد كثيرة جدا تستدعي أن ناخذ أقصى درجات الحذر والحيطة والتعامل مع هذه المعلومات بالجاهزية والاستعداد. الحمد لله أن لدينا قدرة على الوصول بهذه الأجهزة لأعلى مراتب الجاهزية والاستعداد. الرجال الأمن سوف يكونون إن شاء الله هم العين الباصرة لكل جهد يبذل في من قبل رجال الأمن تجاه هذه المواضيع سواء كان يتعلق بتهديدات مباشرة أو غير مباشرة، ودائما وطننا محفوظ إن شاء الله بسواعد أبنائه وبتعاون المواطنين والمقيمين معنا، ومثل هذه الأمور ما له داعي إنه يسبب أي نوع من الأثر النفسي على كل الأخوة المواطنين أو المقيمين، كثر ما هي استعدادات وجاهزية وخطط تعمل من قبل الأجهزة الأمنية المعنية في وزارة الداخلية وتتعامل وفق هذه المعطيات بحسب طبيعة هذه المعلومات الواردة. فما كل العافية، ووطننا إن شاء الله دائما محفوظ يعني بعين إخوانكم رجال الأمن الحمد لله. وبفضل إن شاء الله نعمة رب العالمين علينا نعمة الأمن والأمان وبسواعد الأخوة المواطنين والمقيمين بإذن الله تعالى إن شاء الله وطننا آمن إن شاء الله وسط هذه الأمواج المتلاطمة من كل الاتجاهات. ماشي، يعني ما في خطورة إن شاء الله والخبر غير صحيح. يعني إحنا نقول ما نقول الخبر غير صحيح يا أبو أحمد، إحنا نقول إن في هناك معلومات وهذه المعلومات وزارة الداخلية تأخذها على سبيل العمل الميداني الواقعي، لكن مو معناته هذه المعلومات إن هي وشيكة الخطر أو أمر محتمل وشيك قد يكون موجود، كثر ما هي معلومات تتعامل معها وتتعاطى وتتخذ إجراءاتك وأيضا تفتح عينك أكثر على أمور تستدعي أنك تأخذ الحذر والحيطة فيها. فبالتالي مثل هذه المعلومات لا نقفلها ولا نستهين عنها ولا نتجاهلها، كثر ما أهنا نأخذ كل احتياطاتنا اللي يجب أن تكون حتى نكون فعلا رجال أمن مؤتمنين على أمن وأمان هذا الوطن الغالي. وإن شاء الله عن قريب نسمع القبض عليهم إن شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله.